إذن هذا اللقاء هو واحد اللقاء اللي هو تدارسي، لقاء تواصلي حول الإشكالات المتعلقة بمدونة السير على الطرق، وكذلك واحد اللقاء اللي احنا اليوم فينا من أجل يعني مجموعة إعطاء آراء، تبادل آراء ومقترحات وأفكار للإشكالات المطروحة في تنزيل أو الإكراهات المطروحة أو المتعلقة بتنزيل هذه المدونة ديال السير. هذه المدونة اللي كتعتبر واحد الأداة اللي هي هامة ومهمة جدا في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. هذه الاستراتيجية الوطنية اللي جات لنا بواحد الرؤية وجات بواحد الأهداف اللي هي طموحة جدا، من خلال يعني أو الاشتغال على مجموعة من المحاور، وهذا المحور وبالأخص المحور المتعلق بالتشريع وكذلك المراقبة والزجر، اللي يعد من أهم المداخل ديال تأطير السلوك البشري. هذا السلوك البشري الذي يعد من بين الأسباب الرئيسية في الوقوع ديال حوادث السير. إذن هناك كذلك واحد مجموعة ديال النقاشات، مجموعة ديال تبادل الأفكار، وكذلك هو واحد الفرصة لجميع المتدخلين بهذا اللقاء هذا من أجل واحد التعبئة اللي هي شاملة، وكذلك واحد محاربة اللي فاعلة ومستمرة لظاهرة انعدام السلامة الطرقية.